هل يحس الموتى في قبور بمن يسلم عليهم ويزورهم؟ نعم. هل يحس الموتى بمن يزورهم ويسلم عليهم في قبورهم؟ الله أعلم. ذكر بعض العلماء أنهم يشعرون بهذا وأنهم يحسون بهذا الشيء، ولكن أنا ما وجدت، ما علمت شيئا في السنة يدل على ذلك، ولا فالله أعلم سبحانه وتعالى. المشروع لنا أن نزورهم وندعو لهم في عند القبور وفي بيوتنا وفي كل مكان، ندعو لموتى المسلمين نترحم عليهم، هذا ينفعهم، وهكذا الصدقة عنهم تنفعهم. أما كونهم يشعرون بالزائر يعلمون الزائر فالله أعلم، لا أعلم شيئا واضحا يدل على ذلك.